اللقطات هي لقطات الأسبوع، لكن بعض من لقطات الدوري الوطني الممتاز. تابعوا معي هذه اللقطات، وهي طبعا لقطة الأسبوع، لكن بعد الفاصل. إذن لنتابع لقطة الأسبوع. محفوظ. لقطات من بعض اللاعبين في الدوري الوطني الممتاز. هذه رسالة واضحة لرجال الأعمال، واضحة للمؤسسات، واضحة للحكومة. هذا لا يعني أننا نقلل من شأن الدوري الوطني أو اللاعبين، لكن هذا يعني بأن لاعب الدوري الوطني الممتاز يحتاجون للدعم، يحتاجون للإرادة، يحتاجون للعمل، يحتاجون للمثابرة، يحتاجون للوقوف.